عبر الهاتف من الرياض معي استشاري أمراض القلب بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني دكتور إيهاب سليمان. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور إيهاب. إذا وداعا لعمليات زراعة القلب، كيف تتابعون هذا الموضوع بداية؟ ما رأيكم؟ مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ونشكركم على متابعة آخر الأنباء في علم الطب والقلب. الحقيقة مرض القلب أو مرض فشل القلب يعاني منه الكثير في العالم العربي وكذلك في أمريكا، حيث يعاني هناك 6 مليون أمريكي من عمليات من مرض فشل القلب، ويتوقع خلال 5 سنوات يتوفى 3 ملايين شخص من هذه نعم. 6 مليون. هناك تطور كبير في خلال السنة الأخيرة في زراعة الخلايا الجذعية وفي حقن الجينات داخل الدم بالنسبة لمرضى فشل القلب، وأثبتت التجارب السريرية أثبتت التجارب التي أجريت على حيوانات المعمل خلال قبل أسبوع في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك، نجاح أول عملية زراعة جينات في ثيران المعمل وحققت نتائج ملموسة، وسوف تبتدي التجارب السريرية العام المقبل، كما أنه تم حقن خلايا جذعية في الشرايين التاجية لمرضى أصيبوا بجلطات قلبية، والنتائج المبدئية كانت مبشرة ومشجعة للغاية. نعم، ولكن الحديث عن عمليات زراعة القلب بأنه سيتم الاستغناء عنها، يعني كيف تابعتم هذا الموضوع؟ إلى أي درجة هو مبالغ فيه؟ التطور اللي حدث في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بأمراض القلب وال يعني معالجتها، إلى أي درجة يجعلنا نقترب من الاستغناء عنها أم لا، عن العمليات؟ من الصعب بمكان القول الآن أننا سوف نتخلص أو سوف نرى نهاية لعمليات زراعة القلب خلال 10 سنوات المقبلة. والشكر كما ذكرتم في تقريركم للدكتور كريستيان برنارد الذي أجرى أول عملية زراعة قلب في جنوب أفريقيا في ديسمبر عام 1967 ميلادية. أتوقع هذه الأنباء متفائلة للغاية، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يزعج جميع المرضى وأن تتكلل الجهود العلمية بالتطور في كافة المجالات كما هو العلم متطور في كافة المجالات. طيب، موضوع زراعة القلب من الأساس قبل أن نصل، يعني قلت لا تتوقع هذا بالعشر سنوات القادمة إلا الاستغناء عنها، إلى أي درجة هي ناجحة وإلى أي درجة هي تعتمد على المريض وعلى حالته وليس فقط على التقنيات التي وصلتم إليها؟ عمليات زراعة القلب ناجحة إلى حوالي 90% من المرضى يعيشون السنة الأولى بعد عملية زراعة القلب، وبعد مرور 5 سنوات نجد 70% من المرضى الذين أجريت لهم عملية زراعة قلب على قيد الحياة، وهي واحدة من أكثر العمليات زراعة الأعضاء نجاحا، حيث أنها تقنيا من السهولة إجراءها أكثر من عملية زراعة الكبد أو زراعة الكلى، ولكنها تعتمد على المريض وعلى تقبل المريض للعضو المزروع وعلى التزام المريض بالأدوية المثبطة للمناعة. ومرضى السكر قد يعانون كثيرا جدا من عمليات الزراعة، أنه قد يؤدي إلى اختلال في مستويات السكر، والمرضى الغير ملتزمين بجدول نصائح الأطباء. شكرا جزيلا لك من الرياض دكتور إيهاب سليمان، استشاري أمراض القلب بمدينة الملك عبد العزيز الطبية. شكرا.